عايز تسمع قصة غريبة؟ هات فنجان القهوة بتاعك وتعالى. لما اتعرض مسلسل المداح شفنا بأحداثه رحلة في عالم السحر والجن ومس الشياطين، والحقيقة إن مسلسل المداح مش أول عمل درامي بيعرض موضوع السحر وتحضير الجن، وسبق واتعمل أفلام في نفس الموضوع وبطرق مختلفة، بس المداح أول مسلسل بيعرض موضوع السحر وتأثيره بالتفصيل، وكمان أول مسلسل نشوف فيه كتب سحر. هنكلمكم النهاردة عن كتاب من أشهر وأخطر كتب السحر، بس قبل ما أقول لكم اسم الكتاب عايزكم تحصنوا نفسكم. الكتاب اسمه شمس المعارف الكبرى، ولو حصل في يوم انك شفت نسخة من الكتاب ده ما تحاولش تلمسه ولا الفضول ياخدك وتقلب في صفحاته. مجرد وجوده معاك في نفس المكان بيعرضك لحاجات انت مش قدها. السحر حاجة خطيرة وبتأذي اي انسان بيستخدمها، وعشان كده السحر من اكبر الكبائر بعد القتل والكفر. مسلسل المداح اتكلم عن حاجات اتعرضت في كتاب شمس المعارف، زي الجن العاشق وقصته في المسلسل. فتخيل لما الحب يجي من كائن غلط، لو انسان مش كويس حب بنته ومش عايز يسيبها في حالها، يا ترضى تتجوزه او يبوظ حياتها، وده انسان، فشوف حياتها ممكن تتقلب ازاي. تخيل بقى لو اللي حب نفس البنت جن، فهيعمل فيها ايه؟ كوابيس واحلام مرعبه وخمول وكسل وصداع مستمر ملوش علاج وقله نوم وهلوسه، وبيمنع جوازها، ولو حتى متجوزها ممكن يكون السبب في طلاقها، واللي هيحاول يعالجها ممكن يتأذي، زي ما حصل لأمنة في مسلسل المداح اللي الجن بيسيطر عليها وبتنفذ تعليماته، ولما الشيخ صابر بيحاول يعالجها الجن بيهدد حياته. وطبعا أغلب الطلاسم اللي اتعرضت في المسلسل من كتاب شمس المعارف الكبرى اللي كتبه شهاب الدين أحمد البوح، وده أخطر كتاب لأنه بيجمع جميع أنواع السحر من حول العالم، جمعه في كتاب واحد اللي هو شمس المعارف. صاحب الكتاب حذر تماما من اللي فيه، وقال في مقدمة التعريفية بتاعت الكتاب: حرام من وقع كتابي هذا في يديه من غير أهله. الكتاب محصور فقط على العارفين والعاملين لله والأولياء الصالحين. النهاردة هنتكلم معاكم عن شهاب الدين أحمد البوني، وهنقول لكم كمان إيه سبب التغيير اللي خلاه يكتب أبشع كتب السحر شمس المعارف، ومين كمان اللي ساعد ابن البوني في كتابة كتابه شمس المعارف الكبرى اللي بيعتبروا السحرة نفسهم طفرة في عالم السحر والشرك والعياذ بالله. وكمان هنعرف إزاي جاب المعلومات والطلاسم اللي قدر يحصل عليها في الوقت اللي كان أقوى السحرة في الوقت ده ما كانوش يعرفوا عنها أي حاجة. أي ساحر يتعامل مع الجن أقل ما يقال فيه القلب تقدمها أشرك بالله، وما في الشيطان ولا جن ولا أي مسميات دي يتعامل مع أي كان حبا في سواتهم. لا تقدم السبب، تقدم التمن، والتمن غالي، هو شرك بالله. اشترط تقول مثلا اذبح، قول كده سب الله سب الدين. في العهد الثاني للبشر وما بعد الطوفان العظيم انتشر السحر والسحرة بشكل كبير جدا، واستغل السحرة ضعف وجهل المغيبين والمحتاجين وانتشر السحر، وبدأ ابن البوني في رحلته في البحث في العالم الغامض. اتولد شهاب الدين أحمد البوني في القرن الـ12 وقت اندلاع الحروب الصليبية، وتسمى بالبوني نسبة لبلدة البونة بالجزائر اللي هي عنابة حاليا. نشأ على العلوم الدينية وكان شديد الذكاء والحكمة وشديد الفصاحة من وهو في سن صغير جدا، وكان بيتنقل بين البلاد لطلب العلم، وكان شديد الحرص على العبادات والصوم، تقي ومتعبد وتلميذ لعلماء أجلاء، وكان دايما في عزلة عن البشر وما كانش ليه لا زوجة ولا أولاد. وهب نفسه لكتابة كتبه، وكتبه كانت شبه الأساطير، ومن شدة فصاحته قالوا عنه إن الحروف بتكلمه. ذكائه الشديد خلاه بارع في علوم الرياضيات، ومن المثير للانتباه في الوقت ده ان فواكه الشتاء كانت بتنبت عنده في الصيف، وفواكه الصيف كانت بتنبت عنده في الشتاء، وكان بيجمعها من حديقته ويوزعها على الحوامل ويقول لهم كلوا من رزق الله. وجدوا عنده لوحة أثرية مكتوب عليها تعليم السحر الفرعوني، وده أخطر أنواع السحر، وعشان كده كتابه كان من أخطر كتب السحر لأنه بيجمع ألوان السحر من حول العالم. وده بيفكرنا بترنيمة الجن في مسلسل المداح اللي بتقول: لا جيناك حابس فجيناك لابس، لا جيناك راسي خليناك حايس، وكأنها طلاسم سحرية. وبيقال إن إبليس نفسه هو اللي ملاه كتابه شمس المعارف الكبرى. المعلومة دي طبعاً غير مؤكدة، لكن كتير من النبوءات اللي كانت موجودة في الكتاب كانت بتأكدها. وبيقال كمان إن الجن هم اللي دلوه على مكان اللوحة. وبنرجع معاكم لرحلة ابن البوني
اللي قرر يتنقل ما بين الدول العربية عشان يزود مهاراته في الكتابة وتعلم أمور الدين. فضل فترة طويلة في المغرب العربي، وكان عالم وزاهد، ومن شدة إيمانه قالوا عليه ولي من أولياء الله. لكن فجأة اتغير ابن البوني، وبدأ انجذابه لعالم السحر والجن، وشده العالم الخفي، ولفتت انتباهه الأساطير المحيطة بالعالم الخفي. وبالفعل جه مصر، وكان في الوقت ده عهد الحكم الفاطمي. في الوقت ده كان منتشر السحر والسحرة بشكل كبير، وكانوا السحرة مستترين بالدين وبيوهموا الناس ان هم يقدروا يعملوا المستحيل زي إحضار الغائب وشفاء المريض وغيرهم. استقر ابن البوني في مدينة في جنوب الصعيد. المدينة دي كانت معروفة ان فيها السحر والسحرة منتشرين بشكل كبير، وقدر يحصل على بردية مخطط عليها طلاسم سحرية، وقدر يعرف معلومات خطيرة أقوى السحرة في وقتها ما كانوش يعرفوها. قدر أنه يتواصل مع الجن والشياطين، وعرف كبار قوم الجن، وعشان كده كان دايماً في عزلة عن البشر. دون ابن البوني كل ملاحظاته وأفكاره في كتابه شمس المعارف الكبرى. الكتاب مكون من 577 صفحة، مقسم لأربع أجزاء، في منها أجزاء مفهومة وأجزاء مش مفهومة تماماً. مقدمة الكتاب بتشبه الكتب الدينية التقليدية، وبعد كده بيبتدي يتكلم عن السحرة والجن واستحضار كائنات خفية قدرتها غير معروفة، وتسخير الجن والشياطين لخدمة الناس. بيقال إن في لعنة بتطارد كل اللي يقرأ الكتاب بصوت مسموع، وكمان إنه ممكن ما يقدرش يوصل لنهاية الكتاب لأنه ساعتها بيكون وصل لنهاية حياته. وهنا هنقول لكم عن سر خطير في الكتاب، وهنقول لكم كمان أسماء الجن اللي موجودة في الكتاب. ديكا رابع، ده من شياطين العالم السفلي، بيحكم مناطق شاسعة من المنطقة الشمالية وليه قدرات خاصة. فلورس، وده شكله غريب جدا، بشع الشكل والصورة، وبيخدم أي إنس يحضره. أما بقى الطاووس المتوهج فده أخطر، هو من شياطين العالم السفلي وبيحكم مناطق شاسعة من المنطقة الغربية السفلية، وده من أشر أنواع الجن. أما عن فصول الكتاب فهنتناولها بشكل سريع بس بغرض التوعية بمخاطرها. الفصل الأول والتاني في الكتاب بيتكلموا عن الأوقات المستحبة لاستجابة الدعاء، أما الفصل الثالث بيتكلم عن الفلك والكواكب ومنازل القمر وعلاقتها بالإنسان. الفصل الرابع، وده من أخطرهم، بيتكلم عن البروج الـ12 والإشارات المرتبطة بها. الفصل الخامس والسادس بيتكلموا عن العزلة عن البشر، أما الفصل الثامن فبيتكلم عن وقت استدعاء الجن. هنا هيجي في بالنا سؤال، هل البوني كتب الكتاب فعلاً بهدف تعليم السحر ولا التحذير منه؟ الحقيقة أنه كان دايماً في الكتاب بيحذر منه، وزي ما قلنا في المقدمة التعريفية حتى للكتاب كان بيحذر منه. البعض بيقول أن هي محاولة للتقرب للحكام عن طريق تسخير الجن ليهم وتحقيق مطالبهم، أو أنه يعمله هيبة وكرامة ما بين البشر. توفى البوني وساب ضحايا حاولت اكتشاف أسرار الكتاب، والكلام على لسان واحد من ضحايا الكتاب انه في يوم من الايام شاف الكتاب في واحده من المكتبات المشهوره، فصور كام صفحه من صفحاته، وبعدها حصلت له حوادث غريبه في المكان اللي عايش فيه زي النور يتقطع وحاجات بتتحرق، ويقال ان الكتاب ملعون واللعنه بتصيب كل اللي بيقرب منه، وان في خدام من الجان لحمايه كتاب شمس المعارف. وغيرها من القصص اللي تشيب، ناس بعد ما تقرا الكتاب يتحرق بيتهم بدون سبب، ومنهم اللي شاف شبح موجود جنبه وهو نايم، ومنهم اللي حس بصوت أنفاس وصريخ عالي في ودنه. والغريب في الموضوع إن النسخة الأصلية من الكتاب مش موجودة، وأغلب النسخ تم تحريفها، يعني كل الأهوال اللي بتحصل دي من مجرد بعض الجمل المسربة من الكتاب الأصلي. في أقاويل بتقول إنه تم دفن الكتاب مع صاحبه أحمد البوني، وفي أقاويل تانية بتقول إن كبير المرضى هو اللي أخفى الكتاب، وكمان في ناس بتأكد إن الناس هم اللي حرقوه عشان يتخلصوا من شره. فلو كنت ناوي تقراه فتوقع أسوأ حاجة ممكن تحصل له أو تحصل للي حواليك. ودايماً بداية المخاطر بيكون بدافع الفضول وحب الاستكشاف، والمثل الإنجليزي قال الفضول قتل القط، لكن هنا الفضول مش هيقتل القط بس، لكن ممكن كمان يأذي اللي حواليه. والحقيقة أن مسلسل مداح مرعب، لكن كتب السحر والتعامل معاها مرعب أكتر. مؤلفين كتب السحر نفسهم كانت نهايتهم مرعبة، زي عبدالله بن الحزرد مؤلف كتاب العزيف، بس دي حكاية تانية هنحكيها لكم بعدين. وعايزين هنا نقول ان السحر محرم ايا كان، حتى لو بنقراه بدافع الفضول، وان كتير من المهالك كانت بسبب الفضول وحب الاكتشاف، وان بعض الامور لو تم العبث فيها بتكون بداية للمهالك. كده انتهت حلقتنا النهارده، ويا ريت تشاركونا بارائكم في التعليقات.